سعيد العياش رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أهلا بكم من جديد. إذن كنا نتحدث عن نعم، أكيد سؤال آخر فيما يخص وأنا كنت أقول أن القيادة السياسية الصحراوية في اجتماع طاري وصلت لفتح الترشيحات وحصل الإجماع على ترشيح السيد إبراهيم غالي، هو من مفجرين الثورة الصحراوية وتولى عدة مناصب، منهم منصب في السابق كأمين عام لجبهة البوليزاريو، وأخيرا كان سفير بالجزائر العاصمة. طبعا رغم هذا الإجماع على ترشيح الأستاذ إبراهيم غالي، مسيرين المؤتمر الاستثنائي فاتحين الترشيحات طبعا بصفة قانونية احتراما لنصوص للحزب، وشاهدنا هذه الصبيحة تدخلات من طرف رئيس الدولة بالنيابة الأستاذ أدو خاطري، وثم رئيس اللجنة التحضيرية اللي هو السيد إبراهيم غالي، وبعد كلمات من طرف رؤساء الضيوف بداء ب وزيرنا للمجاهدين الأستاذ الطيب زيتوني باسم الجزائر، أكد الموقف الثابت للجزائر احتراما لمبادئنا النوفمبرية وكذلك احترام القانون الدولي فيما يخص القضية الصحراوية، وستستمر إشغال المؤتمر هذا المساء بداء من الساعة 6، فقبل ما ترفع الجلسة قد عينت لجنة الترشيحات وكذلك لجنة صياغة البيان الختامي وعدة من ميكانيزمات المؤتمر على كل، نعم. وتستمر تدخلات من كل رؤساء الوفود الأجنبية ضيوف للمؤتمر. نعم، فيما يخص نعم بدون شك بهذه الصفة، يعني القيادة الصحراوية والشعب الصحراوي بإجماعه برهنوا ب يعني بالحكم الراشد فيما يخص يعني دولتهم، وكذلك أعطوا درس في الديمقراطية في الوقت وين الكلمة حرة والترشيح حر. ورغم هذا الشيء لهنا نجم نقيم الورث اللي خلاه الرئيس الراحل، يعني بإعانة كل الرفقاء والزملاء اللي كانوا معه، خلى شعب واقف، شعب موحد، شعب ثوري، شعب قائم، وكذلك خلى طاقم سياسي اللي كان بحوله يعني يملك كل الحنكة السياسية، كل الروح الثورية، نعم. سيد وكذلك سعيد العياش، نعم، فيما يخص واحدة ربما، حول القرار عفوا السياسي. سيد سعيد العياش، فيما يخص ربما الملفات التي تنتظر خليفة الرئيس الصحراوي الراحل، ربما أهم أو أبرز ملف وهو ملف مهام بعثة المينورسو في المنطقة، من مهامها الأساسية عفوا نعم تنظيم الاستفتاء، فيما يخص ربما كيف يمكن أن بعد المؤتمر الاستثنائي يكون نشاط الإخوان الصحراويين ربما بتنسيق مع بعثة المينورسو لتنظيم الاستفتاء، هذا الاستفتاء الذي ربما يتهاون الطرف المغربي في تنظيمه. هما كما تعلمون يا سيدتي مجلس الأمن أعطى 90 يوم للمغرب باش يسمح لإرجاع المينيرسو بكل الصلاحيات نتاعها وبكل مكوناتها بالأخص الشطر السياسي والمدني اللي هو يسهر على تنظيم الاستفتاء هذه في المهام نتاعو لما أنشئت لامينيرسو، وبالتالي نهاية هذا الفترة من الزمان أي 90 يوم تنتهي نهاية شهر يوليو، والمسؤولية هي ليس للصحراويين في
ولكن المسؤولية لمجلس الأمن وبالتالي للمجتمع الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة. على الصحراويين أن يلحوا وهما يعني حتى بعد وفاة الرئيس عبد العزيز ومن طرف الرئيس بالنيابة الأستاذ عبد خطري قد رسل الأمين العام للأمم المتحدة لينبهوا ويحذروا على التزام احترام تطبيق لائحة مجلس الأمن برجوع المينيرسو بكل الصلاحيات تاعها. وبالتالي على الصحراويين قالوا ترجع المينيرسو وندخلوا في مفاوضات جدية ورسمية لنبحثوا على إيجاد حل نزيه ونهائي وعادل طبقا للقانون الدولي. نعم. بمعنى كيف هنروحوا الاستفتاء أو يعني المجتمع الدولي يأخذ مسؤوليته في إطار الأمم المتحدة والصحراويين قادرين يشوفوا ما هي يعني الحل يعني الآخر اللي قادرين كذلك يسمع لهم باش. نعم. وبالتالي الرئيس الجديد عليه أن يستمر في هذه الخطة في هذه المنهجية اللي هي موافقة عليها سواء. نعم. وصلت الفكرة سيد سعيد العياشي رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي. شكرا.